عندما سقط الحسين على نار تلقى يهرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع رأسه رأينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالأمس استعرضنا ثلاثة بحور من بحور الشعر الشعبي، وتدربنا على طريقة قراءة هذه الأوزان الثلاثة، وكان التركيز على وزن الهجري الذي هو أكثر الأوزان انتشارا في الخليج العربي. نواصل اليوم استعراض البحور التي قد تصل إلى أكثر من 40 وزن شعري يستخدم في العراق والخليج العربي وسائر الدول العربية. الوزن الرابع الذي نحاول أن نسلط عليه الأضواء هو الدارمي. الدارمي نسبة إلى قبيلة دارم، والدارمي في اللهجة الشعبية العراقية أصله في بحور الخليل ابن أحمد الفراهيدي المجتث، يعني يقابله المجتث في بحور الشعر العربي، وينظم الدارمي رباعي للأحزان وثنائي للمساجلات والغناء. ولا أبالغ لو قلت لكم بأن 80% من الغناء العراقي يعتمد على وزن الدارمي. ثنائيات تحول إلى أغاني في العراق، والألغاز والمساجلات، وهذا المضمار العظيم الذي يتبارى فيه الشعراء في معرفة الألغاز والأحاجي. ميزانه اكتب مستفعل فعلان مستفعلات. ميزان الدارمي مستفعل فعلان مستفعلات. مثاله هذه القصيدة من روائع الشاعر الحسيني الكبير المرحوم الشيخ كاظم المنظور الكربلائي. يا ابن أمي عالتربان عفتك رمية، يا ابن أمي عالتربان عفتك رمية. لسان حال زينب سلام الله عليها تخاطب الحسين عليه السلام. عين العمى ولا شوف ذيك المسية،
عين العمى ولا شوف ذيك المسية. حطوا نجمات أو خط، هذا هو المطلع، صدر وعجز. البيت الأول: يا أخوي خليناك على الغبرة عاري، مغسل بفيض دماك والكفن ذاري، روحي بقت وياك والقدم ساري، أمشي ودير العين للغاضرية. مستفعل فعلان مستفعلات. لو دققتم النظر في هذا الوزن تجدوه أقصر بقليل من الفائز المشهور في بلاد الخليج العربي، والذي سنأتي عليه لاحقا إن شاء الله. ويقرأ هذا الوزن بإيقاع 3 ضربات على الصدر في اللطم، أثناء مواكب العزاء اللطم يقرأ ب3 ضربات على الصدر متتالية، ولكن في مجالس النعي يقرأ بالأطوار 3. يمكن أن يقرأ الدارمي بالمثكل، ويمكن أن يقرأ بالجمري البحراني، ويقرأ بالطور القطيفي كذلك. سنحاول أولا قراءة الدارمي بالطور الجمري البحراني، نواصل التمرين على بحر أو على وزن الدارمي. التجربة الأولى على وزن على الطور الجمري البحراني، انتبهوا إليه قليلا لكي نعيد المرة الثانية مع بعض. يا ابن أمي عالتربان عفتك رمية، عين العمى ولا اشوف ذيك المسية. عيدوا معي: يا ابن أمي عالتربان عفتك رمية، عين العمى ولا اشوف ذيك المسية. يا خويا خليناك على غبر عاري، مغسل بفيض دماك والجفن ذاري، روحي بقت وياك والجدم ساري، أمشي ودير العين للغاضرية. هنالك حلاوة في أداء هذا الوزن الشعري بطور الجمري، لأنه أقصر من الفائز بحرف، لذلك يمتلئ الفم بالأحاسيس الحارة عندما تؤدون مثل هذه الأبيات، وسرعان ما يتأثر المتلقي بالأبيات التي تنبض بالحرارة والحياة. الطور الثاني نجي للطور القطيفي، نفس الوزن الشعري راح نقرأ بطور القطيفي. يا ابن أمي عالتربان عفتك رمية، عين العمى ولا شوف ذيك المسية. يا ابن أمي عالتربان عفتك
بيك المس يا اخويا خليناك عالغبر عاري غسل بفياض دماك والجفن ذاري روحي بقت وياك والجدم ساري امشي ودير العين للغاطرية. بارك الله بيكم. عناء اقل، جهد اقل، ولكن المؤدى باذن الله تعالى نفس المؤدى. نجي للطور الثالث اللي هو الطور المثكل العراقي. بإمكاننا أن نقرأ أي قصيدة نجدها من هذا الوزن بهذه الطريقة. يا ابن أمي عالتربان عفتك رمية يا عين العمى ولا شوف يا ذيكيل نعيده يا ابن امي عالتربان العمى ولا شوف ذيك المسية يا اخو يا خليناك على غبر عاري يا مغسل بفياض دماك والجفايا بقت وياك والجدم ساري هي امشي وادير العين يا للغاضريه. اذن بامكاننا ان نؤدي الدارمي بثلاثه اطوار: قطيفي، بحراني، مثكل عراقي. كما يمكن أن تؤدى هذه القصيدة وأمثالها بالنسبة لللطم إما على ثلاث دقات إيقاع ثلاث ضربات على الصدر، أو لطم بحراني بإضافة ذيل لهذا المطلع من القصيدة على النحو الآتي. إذا أردنا أن نقرأها لطمية وهذا اللحن، يعني هذا الطور طور إيراني بامتياز، حوروه إلى طريقة عراقية. يا ابن أمي عالتربان عفتك رمية يا ابن أمي عالتربان عفتك رمية عيني العمى ولا شوف ذيك المسية. طور شجي جدا، بإمكانكم أن تقرؤوه بعد المجلس كلطمية، خاصة يوم العاشر ليلا. الأبيات تطلع فيها جواب، لأنه المطلع قرار، فالأبيات تأخذ الجواب الصوتي لرفع حرارة التفاعل مع المتلقي.
هكذا. يا خويا خليناك على غبر عاري مغسل بفياض دمك والجيف انذاري روحي بوقت وياك والجيد مساري امشي ودير العين للغاضريه امشي ودير العين للغاضريه. بامكانكم اذا مثلا صادفت سفره إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام وطلب منكم القراءة في صحن الإمام سلام الله عليه أو في حرم الإمام أو في الفنادق المجاورة للإمام الرضا عليه السلام، تقرؤون هذه الأبيات والأبيات التي تناسبها من الشعر الفارسي الذي يؤدي نفس المعنى على لسان حال عيال الحسين عليه السلام. توجد أبيات يقرأها أخي وعزيزي السيد حسن الكربلائي، إذا تسمعوها من عنده تستطيعون أن تحفظوها بشكل جيد وتؤدوها في زيارتكم للإمام الرضا عليه السلام إن شاء الله. أما إذا كنتم في البحرين أو الخليج فهنالك طريقة أخرى لأداء هذا الوزن، وهو على الشكل الآتي: يا ابن أمي عالتربان عفتك رئمية وولوح على حسين، يا ابن أمي عالتربان عفتك رئمية وولاح على حسين، يا شهيد الدين عين العمى ولا شوف ذيك المسية وولاح على حسين. هذه طريقة أهل البحرين في أداء هذا الوزن من الشعر الشعبي. أنتقل الآن إلى البحر أو الوزن الخامس من بحور الشعر الشعبي الأكثر أداء والأكثر انتشارا في أوساط المنابر الحسينية، وهو البحر الطويل. اكتبوا خامسا البحر الطويل. وأصله يعني من الشعر العربي العمودي الهزج، وينظم رباعي مفرد ورباعي مطعم بمقاصير ثلاثة، ميزانه مفاعيل 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 مفاعيل، وزنه مفاعيل 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 مفاعيل. مثاله يا ابن أمي انقطع قلبي وعيني ظلت ربية، وين العلم وين الجود وين جفوف راعية،
ومثال آخر لعلكم تحفظونه جميعا، أنا اللي شفت نارين لكن نار شد من نار، نار الحرقت خيمنا ونار حرقت باب الدار. البحر الطويل واللي أصله الهزج يقرأ في الكثير من المناسبات، يعني يصلح للأفراح كما يصلح للأحزان. يقرأ على شكل قصيدة جلوس، ويقرأ على شكل قصيدة مولد، ويقرأ على شكل قصيدة لطم، ويقرأ على شكل نعي. إذن هذا الوزن من الشعر بالضبط مثل الطماطم مثل البندورة، يصلح لكل شيء، وتجدون العشرات بل المئات بل الآلاف من القصائد التي نظمت على هذا الوزن الذي يصلح لكل شيء. سأقدم نموذجا من هذا الوزن على شكل مولد. عندما تدخلون إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام على البوابة الذهبية الداخلية، بيتين من الشعر محفوظات لديكم إن شاء الله في قلوبكم: علي حبه جن قسيم النار، والوصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن. مفاعيل 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 مفاعيل، صح؟ سأقرأها لكم على شكل مولد. علي حبه جن قسيم النار والجنة، علي حبه جن قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. إذن هذا الوزن يصلح للمواليد، هاي أولا. نقرأه على شكل جلوس، قصيدة جلوس مثلا، نأتي بمثال كيف تقرأ قصيدة الجلوس من هذا المثال اللي أعطيناه احنا: يا ابن أم انقطع قلبي، يا ابن أم انقطع قلبي، وعيني ظلت ربيه، وين العالم وين الجود، وين العالم وين الجود، وين جفوف راعي. هذه قصيدة للجلوس يسمعه المستمع ودموعه تنحدر على خديه بكل هدوء وتركيز على مضامين هذا الشعر الذي يقرأ. ويمكن أن يقرأ البحر الطويل في مواكب الضرب بالسلاسل المسمى بالعراق مواكب الزنجيل، والمسمى بالبحرين مواكب الصنجل. هذه مجموعة السلاسل الحديدية التي تضرب على الأكتاف مواساة للسلاسل التي كانت تؤلم ظهر الإمام زين العابدين عليه السلام وتحز في رقبته.
فتكون القراءة هادئة وبهذا الشكل. ويسمى هذا الطور الشوط الكربلائي، يعني متخصص في هذا النوع من اللطم أهالي كربلاء بصورة خاصة يعملون له وقت خاص من لطميتهم الحسينية على هذا الشكل. يا ابن أمي انقطع قلبي وعيني ظل لا تربي. يا ابن أمي انقطع قلبي وعيني ظل لا تربي. ويني العالم ويني الجود ويني جفوف راعي. هذا هو طور الشوط الكربلائي يقرأ في اللطم. هذا أنتم لستم بصدد ممارسته، ولكن نحن بصدد التعريف به، لأن على المنبر أن يؤدي كافة الأدوار، لأنه قد يكون تقرؤون أنتم في حسينية والرادود الذي يأتي خلفكم مثلا في ليلة من الليالي أصيب بوعكة صحية وتعذر عليه القراءة، وإذا بالصاحب الموكب يكلفكم أن تقوموا بالدور، فماذا تفعلون؟ تختارون قصيدة من هذا الوزن وترتقون المنبر وتؤدون ما عليكم، لأنكم قد تدربتم وتعلمتم هذه الفنون، فلا يخفى عليكم ولا يصعب عليكم أداء أي دور من هذه الأدوار. يعني المقرئ الحسيني المنبري مفروض يحسن تجويد القرآن، يحسن تجويد القرآن، يحسن القراءة الحسينية، يحسن الرد واللطم، كذلك يحسن الاحتفال بذكريات المعصومين السعيدة. يعني في كل المناسبات يجب أن لا يغيب عن حضوره وعن فعاليته. نعود إلى أطوار النعي التي يمكننا أن نؤدي بها البحر الطويل. الطور الأول نؤدي البحر الطويل بالمثكل. وطريقة أداء البحر الطويل بالمثكل هكذا إن شاء الله. يا ابن أمي انقطع قلبي يا وعيني ظلت خويا وين العلم وين الجود يا وين جفوف رايا يا عيا. تعيدوه مرة ثانية لكي يترسخ في الأذهان. يا ابن أمي انقطع قلبي يا وعيني ظلت ربايا
ربي والله وين العلم وين الجود بارك الله بكم. ويمكن أداء البحر الطويل بالطور الجمري البحراني، وهو أجمل الأطوار التي تناسب البحر الطويل، ويكون الأداء هكذا: يا ابن أم انقطع قلبي وعيني ظلت ربيا، وين العلام وين الجود وين الشكر ربيا. عيدوا عيدوا يا ابن أم انقطع قلبي وعيني ظلت ربيا، وين العلم وين الجود. بارك الله بكم، بارك الله بكم. إذن أتقنتم أداء البحر الطويل بطور الجمري. الجسد هو بحر الطويل، الروح طور البحراني الجمري. يمكن أن نؤدي كذلك البحر الطويل بالطور القطيفي هكذا: يا ابن أم انقطع قلبي وعيني ظلت والله وين العلم وين الجود وين جفوف. نعيد مرة ثانية: يا ابن أم انقطع قلبي وعيني ظلت ربيا، وين العلم وين الجود وين جفوف. بارك الله بكم. إذن بكل إتقان تعلمنا بأن هذا الوزن يمكن أن يؤدى بأطوار ثلاثة للنعي ترضي أذواق الجميع. كنت بالبحرين اقرأ بحراني، كنتم في القطيف اقرأ قطيفي، كنت في لبنان اقرأ المثكل. فكل الأطوار مشجية ولكل بضاعة سوق، فعلى هو السوق سوق. بارك الله بكم. الوزن السادس من أوزان الشعر الشعبي الفائز، نذهب إلى الفائز لا بأس. أما الفائز فهو وزن مستحدث، وزن مستحدث أطول من الدارمي بحرف. ابتكره الملا علي بن فائز، علي بن فائز الأحسائي. وأكثر من النظم عليه، أكثر من النظم عليه عشرات بل مئات القصائد، وتبعه على ذلك شاعر الخليج والأهواز الملا عطية البحراني الجمري، الملا عطية البحراني الجمري،
حيث نظم مقاتل كاملة من هذا الوزن، وقد حفظ الخطباء والقراء الكثير الكثير من هذه الأبيات. ولعل الخطيب الذي يتقن الفائزي، يعني قراءة الشعر الفائزي بالأطوار التي سنقرأها، يتمكن أن يكون خطيبا مميزا بين أقرانه. مثال أمسى المساء والنار ما خلت لنا خيام، والصيوان ما ظل تلتجي بفيه الأيتام. أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، وما شوف غير أيتام تصارخ بدهشة، وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبكترة علي الأكبر وجسام. إلى حيث انتهى بنا الوقت، أستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.